المساحة أمامه والهدف الأول من التسجيل من جانب فريق بريكاما في هذه المباراة. إذن فريق بريكاما إعادة للمحاولة من مودو لوين ساو. إذن مودو لوين ساو سجل إعادة للهدف الأول من جانب فريق بريكاما. يبعد على مجدي التراوي وبالرجل اليسرى يرفع الكرة بالحارس معز بن شريفية. حذرنا من هذا السيناريو منذ انطلاق المباراة. مودو لوين ساو نجح في مغالطة الحارس معز. يوسف المساكني, يوسف المساكني كرة للترجي الرياضي التونسي. يوسف المساكني, وجدي بوعزي, وجدي بوعزي وضعية للتسجيل وجدي بوعزي وهدف التعادل. هدف التعادل للترجي الرياضي التونسي أكيد بعد كرة وصلت كما يلزم في مناطق جزاء فريق بريكاما. تمكن وجدي بوعزي في الزاوية المقابلة من مغادة الحارس بوبكر سويون. التعديل هدف مقابل هدف بعد كرة خرجت كما يلزم من أقدام يوسف المساكني. والتصويبة والهدف الثاني في مجموعة اللقاءين لقاء الترجي الرياضي التونسي. وجدي بوعزي بامتياز رغم المحاولة من الحارس بوبكر سويونغ. إذن هدف مقابل هدف وهدف في وقت مناسب في بطل أفريقيا. وهذه أصعب فرصة, يعني لو شفنا الستة فرص اللي جاء وهذه أصعب فرصة. يعني الإمضاء ليوسف المساكني, هدفين مقابل هدف للترجي الرياضي التونسي. إذن الترجي يمر للأسبقية. هدف ثاني هام جدا في الحصيلة النهائية لزوز لقاءات في مباراة الترجي وبريكاما بداخل الرجل اليمنى. يمر للأسبقية يوسف المساكني ويمكن الترجي من تسجيل الهدف الثاني. وتأكيد يعني هدف وجيه. أول من وجدي بوعز. بريكاما يذكر سجلوا بطولة واحدة جوزيف يانيكنجانج. أريسون أفول, أريسون أفول وضربة جزاء, أريسون أفول وضربة جزاء. وثم انذار بالنسبة لقارنا سيدي مع الشوط الأول والنجاح في ضمان والحصول على ضربة جزاء والخروج للحارس كوباكا. ننتظر في التسجيل وحاول ترفع الحصيلة إلى ثلاثة مقابل واحد للترجي الرياضي التونسي. جوزيف يانيكنجانج والتألق للحارس بوبكر سويونغ. بوبكر سويونغ يتألق أمام جوزيف يانيكنجانج لتسجيل الهدف الثالث. وقلنا الحارس ممتاز منذ الشوط الأول, تمكن من تفادي هدف مسبقا. تلعب أدوار متقدمة وأدوار أولى في هذه المسابقة جوزيف يانيكنجانج في حوار بدني بالأساس مع أدما سابالي. والمخالفة لا الكرة والهدف, الهدف من كريم العواضي. كريم العواضي يسجل هدف وقف فريق بريكاما. صحيح كريم العواضي يسجل وكأن فريق بريكاما يسخيل ثم مخالفة. وتمكن كريم العواضي بفضل الخبرة من جانب جوزيف يانيك نجانج. إذن تبقى الكرة لجوزيف يانيك نجانج لمررها مباشرة إلى كريم العواضي. وثم أيضا الخبرة تغطية خاطئة من جانب أبولي بويونغ ويوغال.